يعني يوسف أسامة نبيه أصلا أنا مستغرب ليه ما بيبتديش، طالما هو ما عندوش واحد، يعني طالما إبراهيم النضاي ده مش موجود يبقى أنا ممكن ألعب بيوسف أسامة نبيه ناحية الشمال، لأن لعيب كويس قوي، صح، سريع، خد بالك بينقل الهجمة بسرعة، فبيشتغل من الحتة دي كويس. في أي وقت كان بيبقى جاهز، تمام، وغير كده كمان بيديك الفرصة لزيزو إنه يلعب في حتته، صح، يلعب على اليمين. فهي دي، هي دي اللي أنا بتكلم فيها، في شوية حاجات كده لازم نادي الزمالك كمان يعتمد على الصفقات الجديدة. يعني انت النهارده هيبقى في مصطفى شلبي، في عمرو السيسي، في مصطفى زناري، في ابراهيم نضاي لما يرجع، ابراهيم نضاي لما يرجع، مش هقول كلهم مره واحده، لكن لازم في عنده خطوط، لازم يعني بالذات الثلاثه اللي قدام. يعني انت بتتكلم النهارده عشان تلعب زيزو في حتته يبقى لازم تلعب ابراهيم نضاي ناحيه الشمال، يا اما تلعب يوسف اسامه نبيه ناحيه الشمال عشان تعدل.